لسه امبارح كنا بنتكلم مع حضراتكم على انه مسؤوليه التربيه ومسؤوليه التعليم دي مسؤوليه مشتركه. مسؤوليه مشتركه طبعا مفيش كلام انها بتبدا من البيت، من الام والاب، وبعدها طبعا المدرسه، وبعدها المؤسسات الدينيه وما الى ذلك. الحقيقه انه كمان المجتمع المدني والاطراف المختلفه كلها ليها دور، ليها دور في تنميه قيم جميله جدا. احنا طول الوقت بنشتكي وبنقول هي راحت فين، هي اختفت ليه، قيم كده وسلوكيات وحاجات جميله جدا. في صاحبه حضانه هي الاستاذه اميره منير، هي عندها حضانه بتعلم الاطفال بطريقه مختلفه جدا. بتعلم الاطفال في الحضانه، يعني الحضانه فتره الحضانه ما بيروحوها ما بتبقاش بس فكره انه عشان الام بتسيب ابنها في الحضانه وتروح شغلها او تروح تنظف البيت مثلا، لا، الحضانه ده بيبقى مش مجرد وقت ترفيهي انترتينمنت، ده كمان بيبقى فيه اديوكيشن، فيه تعليم. تعليم بقى لايه؟ تعليم مش بس قرايه وكتابه، لا، تعليم نلبس ازاي، نتعامل ازاي مع بعض، نتكلم ازاي، نتصرف ازاي في مواقف معينه. وحتى هي متكلمه على سن معين، وتقول ان السن ده بيبقى الطفل متقبل جدا وعنده قدر عالي من استقبال المعلومات والارشادات اللي بتتقال له. تعالوا نشوف مع بعض تقرير اللي زميلتنا مارينا امير عملته مع الاستاذه اميره منير، ونتمنى الحقيقه، نتمنى يعني انه التجربه دي والفكره دي تعمم في كتير جدا من الحضانات، وما تبقاش الحضانه مجرد وقت الطفل بيقضي فيه كام ساعه لغايه لما يروح او اهله يروحوا ياخدوه. لا، الكام ساعه دول يبقى فيها ترفيه او انترتينمنت وكمان تعليم. تعالوا نشوف مع بعض. انا اسمي اميره منير، مديره حضانه. اهم حاجه عندي ان الاولاد يكونوا مرتاحين ومطمنين، وان الامهات نفسهم يبقوا حاسين ان الاطفال بيكتسبوا معلومه جديده. طريقه التعليم مع الاطفال مش بنعتمد خالص على ان الواحد يبقى عصبي او يشد على الاطفال في حاجه. المهم جدا ان الطفل اول ما بيبتدي معانا بناخد ستيب باي ستيب. اول حاجه ان هو لازم يعرف ازاي يحترم الاخرين، ازاي ما يبقاش طفل عنيد، ازاي يبقى مش خجول، لان مهمه الحضانه مش بس مهمه تعليميه، هي مهمه اجتماعيه الدرجه الاولى. ان الطفل يتعلم ازاي يتعلم يتكلم مع غيره من الناس. كمان بنحب قوي نتعامل مع الاطفال بالتعليم بالمنصوري. طريقه التعليم بالمنصوري تعتمد على ان الطفل يستخدم ايده ودماغه اكتر من اي حاجه تانية. يعني انت بتسيبي البازل قدام الطفل هو بنفسه اللي يكونها من غير ما احنا نتدخل بنفسنا. كمان الحاجات الحياتية، ازاي يقفل السوستة، يقفل الزرار، يلبس نفسه. الحاجة التانية برضو اللي انا بحب اتعامل مع الناس بيها ان احنا نثقف الامهات. للأسف الامهات في كتير جدا كل اللي في بالهم ان احنا نروح الحضانة علشان الانترفيو بتاع المدرسة، ما بيفكروش ان لا، مهمة الحضانة اهم من كده بكتير. الطفل المفروض ينزل بدري الحضانة سن سنتين لو الام ما بتشتغلش، لو بتشتغل من اول 6 شهور يقدر ينزل حضانة عادي مفيش مشكلة. سنتين ليه؟ لان في المرحلة دي الطفل هيكتسب ازاي يتكلم كويس، ازاي يحترم الناس اللي معاه. كمان بابا ومامته واخواته، لما بيجي طفل جديد في الاغلب معظم الامهات بعد سنتين او 3 من الطفل الاولاني بيبتدوا يفكروا في البيبي التاني. فلو الطفل مش متعود ان هو يتعامل مع اطفال تانيين هيبقى في غيرة كبيرة جدا بينه وبين الطفل التاني. انا ليا بنتين في الحضانة، هاجر وياسمين، وطبعا الحضانة فادتهم في حاجات كتير، منها اجتماعيا ووسط الناس، بتخليهم مش عندهم انطواء او حاجة، بيتفاعلوا مع الناس والكبار والصغيرين. هو انا عرفت ازاي اتعامل مع بنتي في العصبية وفي التعامل مع الناس ومع الاطفال اللي في سنها. انا اسمي فايز، باجي الصبح لحضانة بس بحفظ القرآن. تعلم بعد الأكل غسل إيدي. اسمي ليتيس، ولو أنا بروح الحضانة. أنا بارد، ولو أنا المفروض تبقى أليمان.